ضيفي بالاستوديو طبعا للمره الثانيه نستضيفه، من فتره طويله كنت معنا، منير جميل حسن، رئيس الجمعيه المردليه العربيه اللبنانيه. صح، اهلا وسهلا اهلا فيك. فيك. بعرف انه هالجمعيه نشاطاتها كثيره، وبعرف انه حضرتك دائما كمان الاعمال يلي بتقدمها للفن وللجمعيه وللمردليه 100% هن لهم علاقه بتراثكم ولهم نعم. علاقه بثقافتكم بثقافتنا وبالتاريخ الخاصه. نعم، بتاريخهم. طبعا لنذكر انه المردليه هن شريحه كبيره من العالم موجودين بلبنان، حاملين جنسيه لبنانيه، ولكن أكيد. الجذور هي تركيه. تركيا مدينه ماردين بالشرق الجنوبي لتركيا. نعم، مدينه تدعى ماردين، واسم الجمعيه تسميه بهالمدينه التاريخيه اللي اسمها ماردين. بقى المردليه هي جمعه، نعم، لانه هذه المنطقه هي فيها عيش مشترك من طوائف كثير. نعم منير، انتم من ابناء الراجديه والمخاشنيه والمحلميه وباقي عرب ماردين، على انه العرب مردليه ولهجتهم عربيه من ماردين 100% جنوب شرق تركيا. 100%، والغناء اللي بنغنيه كمان هو لهجه عربيه. هولي قبائل وعشائر واسماء ضياع، يعني هن هدول موجودين بهذه المدينه التاريخيه اللي اسمها ماردين. هيدا السدي لمنير لك هو اسمه غدار يا زمن. زمن، بس الكلام واللهجه بيفهمها اي عربي، اي شخص عربي بس اي شخص عربي بيسمع السيدي بيعرف شو عم اقول، بينبسط بالاغاني. في كتير بنسمع بدول عربيه وثقافه عربيه وغناء عربي ما بنفهم عليه. نعم، هيدا السيدي بس تسمعه بتعرف شو عم اقول، بتعرف شو عم غني، ولكن بيمرق عنك بعض المصطلحات، بعض اللكنات بتكون شوي هيك مثل كل لهجه ممكن تختلف 100% من من 100% مطرح 100% لمطرح. نعم، حضرتك مأدي هيدا السيدي، وبنفس الوقت في عندك بعض الاغاني من كلماتك والبعض من الحانك. في من كلماتي، وفي كمان من كلمات الفنان علي احمد، وفي من كلمات امير شعراء ميردين الاستاذ عزيز ابراهيم، وكمان هو التوزيع السي دي وتسجيل الاستاذ طارق ميرزا كمان. نعم، وانا بكتب وبلحن وبستعين بكثير مثل اي فنان من شعراء من ملحنين. والثقافه والغناء المردلي او الثقافه المردليه هي بحر واسع، يعني قد نعم. ما بتغطس فيها بتلاقي اللي بدك اياه، وهي ما بتفرق كثير عن اي فن. نعم، في الموال، في الفرح، في الحزن، في الاغنيه التاريخيه، في الاغنيه الاجتماعيه، في كل شيء. طب بما انه حضرتك يعني عم تأدي هالاغاني هيدي، مين من رواد أغاني المردلية أو هالنوع من الألحان والكلمات؟ يعني هالأغاني عم تعمل حفلاتك الكل بحبها، الكل عم بيكون موجود، ولا لإلهم علاقة بس بالمردلية؟ أكثر حفلاتنا للمجتمع المردلي العربي اللي بتواجد بلبنان أو بألمانيا أو بالسويد أو بتركيا. نحن متواجدين بأي بلد اللي كان، نحن تقريبا 6 مليون نسمة بالعالم. نعم، ونحن بس نقول مجتمع مردلي عربي، وقت بنقول عربي يعني نحن مش أقليات، يعني عم نحكي بمليار عربي، يعني نعم. نحن ننتمي إلى القومية العربية. نعم، وننتمي إلى العروبي، ونحن عرب يعني. طب ولكن نحن شوي الاعلام بالذات يعني، نعم، شوي مقصرين بحقنا، يعني نحن عم نحاول قد ما فينا نضوي على هالثقافه، على هالفن، لانه في كثير من الفنانين اللي عم يطلعوا على شاشات التلفزه عم يغنوها الاغنيه، في نجوم غنتها. نعم، كثير يعني بيغنوها. ايه، وبس يغنوها نعم، بتلفت النظر على التلفزيونات والعالم تنبسط فيها. نحن بنقول له لهدول اللي عم ينبسطوا فيها واللي عم يعملوا برامج، انه في إلى هذه الاغنيه إلى ناسا كمان، اللي عم يقولوها عم يقولوها حلو، إلى ناسا طالما هالقد عم تنبسطوا فيها بالبرامج اللي عم تعملوها، استضيفوا اللي بيغنيها، استضيفوا الفرقه الموسيقيه تاعيتها، استضيفوا اساتذه. شو بيختلف؟ فينا نسمع شيء هيك بس يكون في لكنه او لهجه بدك تسمع شيء هيك، يعني شيء مقتطف صغير، يعني مثلا نشوف شو الفرق بين مثلا غنيت غدار يا زمن. مالك من خاين غدار يا زمن ما بقدر. اوكي، يعني عم يحكي عن هون الموضوع، عم يحكي عن غدر الزمن، عن شخص صحيح. انه كان كثير يعني قدر عالي قد ما بتقول، كان بمستوى جدا له اسمه، له مكانته، له شخصيته، له بمجتمعه. فجاه الزمن مثلا برم فيه وعطى الزمن دور للشخص اللي كان كتير عادي وحطه نعم. بمكانه، نفس المكان اللي كان فيه هذا الانسان. قريب من اللهجه ممتاز. البدويه فيك تقول هيك، قريبة فيك تقول فيك تقول، ولكن نحن بعد اوضح من البدويه كمان، اوضح بنفهم بشكل بالكلام اسلس يعني بالكلام اكثر. قديش عدد المردليه بلبنان عندك فكره؟ يعني هون فيك تحكي بلبنان بحدود ال 200 الف نسمه، ولكن عدد كبير، عدد كبير، ولكن في منهم مهاجرين بالمانيا، السويد، اوروبا. العدد الاكبر هو بين تركيا
وفي عدد كبير بسوريا كمان، وفي عدد كبير بمدينة ماردين، ولكن يعني متوزعين مثل اي. بس ليه انتقلوا من شرق تركيا لهون؟ بالحرب العالمية الأولى والثانية خي جوزيف هرب من الحروب وبحثا عن لقمة العيش، بتعرف مثل أي مجتمعات. نعم. هاجروا الأجداد والآباء، اللي إجا استوطن بسوريا، اللي إجا على لبنان، اللي نعم. سافر على دول عربية، اللي راح أوروبا يعني، واللي اجوا لهون يدلوا هون لانه بيشرب ميه لبنان ما بيستغني عنها. حبيب القلب اكيد. وانتم لبنانيه ولكن أكيد. زرت ماردين؟ انا اذا بقول لك ما زرتها ما بتصدق، ولكن زرت فيك تقول اسطنبول، مارسين، اضنا، اسكندرون، هذه المدن اللي تحت. نعم. ولكن ماردين بدي زورها، وهي ناطرتني وشعبها ناطرني لكونسير كثير كبير عم يتحضر واحتفال كثير كبير على الطريق ان شاء الله. ان شاء الله. خلينا نحكي شوي عن جمعيتكم، جمعيه المردليه العربيه اللبنانيه. نعم. يعني من امتى تاسست وشو بتعنى بالتحديد؟ الجمعيه هي جمعيه ثقافيه باجتماع بامتياز 100%، ولكن نحن عم نضوي كمان من خلال الجمعيه، مش بس على الثقافه خي جوزي، عم نعمل نشاطات خيريه. نعم. اللي في كتير جمعيات خيريه ما عم نشوفهم عم يعملوا نشاطات. عملنا نشاط بعيد الام كان كتير حلو وممتاز، وعملنا كمان نشاط للاطفال المصابين بالامراض المستعصيه بمستشفى. نعم. الرئيس الشهيد رفيق الحريري. نعم. وزرعنا البسمه والفرحه على وشهم، وعاملين عم نحضر اشياء كثيره، نعمل نشاطات كثيره عن طريق الجمعيه، ونحن دائما بتحضير، بيخلص نشاط بنبلش بالثاني، اكيد. نعم. عمل كبير بالجمعيه دائما بيسعى انه يعمل اشياء حلوه. نعم. انا حبيت اللي صار بالنسبه لنشاطات عيد الام، وعم نشوف بعض الصور، فيك تخبرنا شوي شو صار يعني؟ هون الشباب بالجمعيه قالوا لي انه لازم، بكوني انا معروف بمجتمعي، بس نحن ما زرنا بس مجتمعنا، غير مجتمعنا كمان. نعم. قصدنا الامهات على البيت ودقينا الباب عليهم وفتنا لعندهم، انه نحن جايين عيدكم بعيد الام، وحبينا نهديهم هديه، وكان معنا اكيب كبير من الجمعيه. وبدي اتشكر المصور اللي كان مرافقني ابراهيم بيكال بهذا الموضوع، وله تعب كثير معنا كان، وكانوا كثير مبسوطين وسعيدين، وكانت فكره حلوه، وهلا عم نحضر شيء احلى واحلى بعد، وكانوا سعيدين وانا كنت سعيد ومبسوط. يعني قالوا لي لازم تروح انت لانه بين اهلنا ومجتمعنا معروف، ينبسطوا فيك اكثر. نعم. وكانت هيك الفكره. وبعد وقبل منا كمان زرنا مستشفى الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وكان في نشاط للاطفال هيك صغير كمان، ما بعرف اذا الصور حتمرق على الشاشه كمان، في اشياء كثير عم نفكر فيها. هالجمعيه بتجمع المردليه بلبنان كلهم؟ مش بس المردليه، الجمعيه المردليه هي الممثل الوحيد للمجتمع المردلي العربي. نعم. ان كان بلبنان او خارج لبنان، وفي لها مؤيدين كثير الجمعيه، مش انه بس بلبنان، المانيا شريحه كبيره، تركيا، سوريا، كثير مؤيدين. بعدين نحن مش محصوره الجمعيه بس بمجتمعنا، في من عده مجتمعات كثير. هل في هدف او انه تواصل مع المستثمرين المردليه او المغتربين يلي ممكن يجوا يستثمروا بلبنان؟ نحن في كثير من المجتمع المردلي. نعم. مغتربين عايشين بالمانيا او بالسويد، عندهم مستثمرين بلبنان، عندهم أملاك، عندهم شرك، عندهم فاتحين هندسة، عندهم محلات مجوهرات، مجتمع منخرط بالمجتمع اللبناني، ومثله مثل أي موظف، أي. نعم. صاحب مؤسسة، أي صاحب شركة، ومجتمعنا فيه كتير. نعم. المردلية اللي بعدهم موجودين بمردين لهجتهم مش مثل ما أنت هلأ عم تحكيني، مثلنا هي زيتها، ما بتفرق شيء مثل ما أنت هلأ عم تحكيني، هي عربي، هي كيف بحكيك نفس جوزيف، ما بتفرق كتير. نعم. مثلا على سبيل المثال نحن بنقول باللبناني بيقولوا صباح الخير. نعم. نحن بنقول صباح الخير. صباح الخير، بس انه يعني بالحركه الصغيره. باللبناني بنقول خبز. ايه. نحن بنقول خبايز. خبايز. يعني عربي ليك معنى بعيد يعني عن بشرق تركيا، ولكن يعني. فيك تقول كيف بيروت والضيع بالجنوب مثلا. صحيح. او بالجبال، نحن القرى والضيع بمدينة ماردين، ولكن. نعم. الأكثر كمان لهم أعمال وأشغال بالمدن تحت كمان، لحتى بقلب لبنان في أوقات لهجات كمان يمكن أصعب من هيك، تطلع أطراب وصلى على الكورة بكتير. في إشي ما بتفهمه بالكورة. صحيح. بدي منك بختام حديثنا هيك نسمع منك كمان شيء مردلي. شو حابب تسمع؟ بدك تسمع السي دي، بدك تاخذه تسمعه. أكيد رح أسمعه، بس شيء هيك لايف منك مردلي بامتياز، شيء قديم مش مشكلة، أنا بعرف إنه عندك قبل أعمال. بدي اقول شيء انت مشان تنبسط فيه وتفهمه، والمشاهدين اللي عم يشوفونا كمان، مش من السي دي، شيء قديم، بتقول اخ منك حبيبي
ليش صرتي غريبة؟ ليش معي تغيرتي؟ ايه والله عجيبة، كنا روحين بروح، دير مالك المجروح، انتي اللي ابتديتي بس كوني عليمة. كنت كتير انت عم تفهم كل شيء. صحيح، مبسوط. صحيح، هيدا الغناء. نعم. عنا ملحنين، عنا شعراء، عنا موزعين موسيقى. نعم. عنا مثلنا مثل أي ثقافة موجودة على الساحة العربية. منير أنا بدي لك جود لك، لأنه بالفعل شيء كتير حلو، وواضح أنه سيدي حلو. نحن نعرف العمل اللي قبله كان عمل ناجح جدا لك، وبالتوفيق بالمجتمع العربي كله ومع الجاليات كلها اللبنانية والعربية الموجودة ببلاد الاغتراب. ان شاء الله كمان نقدر نشوفك باعمال تاني وتحكي لنا اكثر عن نشاطات جمعيتكم المردليه. شكرا جوزيف، انا بدي اتشكرك وبدي اتشكر كل القائمين على برنامج عالم الصباح. وهي بدي اقول بس شغله عن السي دي، انه توزيع السي دي بالمانيا هو سمير وحميد مرعي برودكشن، وبلبنان نزيه ضياء. شكرا لاستقبالكم، بالتوفيق. ثانك يو لك. لكل المشاهدين احنا وياكم مكملين عالم الصباح، بريك وبنرجع، خليكم ما تروحوا لمطرح.